انت جربت ان انت تحصد القاب مع نادي الزمالك سواء محليا او افريقيا، قول لنا كده اول بطولات بالنسبه لك فاكر ذكرياتها ايه، وبالنسبه لك اغلى البطولات لو هنتكلم عن الالقاب سواء محليا او افريقيا. طبعا باول بطوله ليا مع الدرجه الاولى بعد موسم الهبوط دوت اللي انا لسه قايل لك عليه، المستشار مرتضى منصور رجع تاني وكان عايز يلم الدنيا في الهاندبول، فرجع كابتن ايمن صلاح، كابتن ايمن صلاح رجع معظم اللعيبه تاني اللي كان مسافر اللي كان موجود هنا في انديه تانيه، كل الناس دي اتلمت. موسم 2015 الموسم ده كسبنا كل حاجه، كل حاجه محليه ودوليه، كل حاجه اللي دخلنا خمس بطولات، خدنا اربعه، خدنا الدوري والكاس وبطوله افريقيا ابطال الدوري وبطوله افريقيا ابطال الكؤوس. اول بطوله ودي كانت اول سنه ليا درجه اولى اوفيشال، يعني كنت لسه راجع من كاس عالم شباب فلسه بقى داخل اللي هو انت كده فعلا انت لعيب درجه اولى. خدنا كل البطولات، فالاحساس طبعا كان حلو جدا، مع ان انت متعود كده كده في الزمالك ان انت بتكسب من وانت ناشئ، مفيش حاجه اسمها مركز تاني، انت لازم تتابع على البطوله وبتشوف ده موجود في الدرجه الاولى عندك، فكانت احساس حلو جدا اول سنه تاخد كل حاجه، فدي كانت حاجه ما كناش متوقعينها قوي بصراحه، بس بطوله بتجيب بطوله ومكسب بيجيب مكسب، فالدنيا مشيت حلو جدا الحمد لله. كان مين معاك في نفس المركز بتاعك وقتها؟ يعني مين كان بيلعب معاك في كان الجيمة؟ معانا كابتن رامي يوسف طبعا، بوجه له التحيه، كان بيلعب في طلائع الجيش تقريبا وكابتن ايمن رجعه، كان معانا كريم ايمن هو لسه موجود لحد دلوقتي في نادي الزمالك، كابتن رامي اعتزل وتوجه للتدريب يعني، وكنا احنا الثلاثه. طيب لو